أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، عساكم طيبين يا رب العالمين. كيفكم وكيف صحتكم؟ طبعا حبايب القلب، زي ما وعدتكم رح نشوف ونكشف عن متى زواجك، متى رح تتزوج، متى رح تتيسر أمورك، هل بتعيش يعني بإذن الله سعيد بعد الزواج، كيف ستكون حياتك بعد الزواج. خلينا نعرف كشف تفصيلي بكروت مارسيليا، طبعا قناة أم مسك للروحانيات ولقراءة التارو. شكرا لكم حبايبي يا حلوين، كل التفاصيل موجودة في صندوق الوصف لمن يريد الاستفسار عن الحجز عن كل شيء بإذن الله. رقم الواتساب موجود في صندوق الوصف. طبعا حبايب القلب، هناك عندكم ثلاث اختيارات اليوم، ستختارون بحسب الحرف الأول من اسمك، تمام؟ ستجد كل الحروف في صندوق الوصف، أو تختار بحسب طاقة الحجر، لك الحرية الاختيار في ذلك، أنت وإيش الطاقة بتجلبها. طيب خلينا نشوف، عندنا الحجر الأبيض كقراءة أولى، الحجر الثاني الأخضر كقراءة ثانية، والحجر البني كقراءة ثالثة إن شاء الله. لكن قبل البدء لا تنسى أنك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم، وخلينا نبدأ بالقراءة رقم واحد. أهلا وسهلا ومرحبا بأصحاب الحجر الأبيض، عساكم طيبين يا رب، إن شاء الله أموركم وحياتكم كلها بسعادة وهنا. خلينا نشوف متى زواجك لسنة 2023، خلينا نشوف الطاقة. عندك فرصة ذهبية راح تجيك، بسم الله ما شاء الله، فرصتين، لكن انت اوكي جوك فرصتين بس انت ضيعتهم، والان تبغى انك يعني ترجع هذول العلاقات، او انك متندم على علاقات انت ضيعتها بسبب شخص بصراحة افقدك الثقة في نفسك. أنا بقول لك إيش عندك بالضبط. شوفوا أصحاب المجموعة الأولى، أنا بقول لكم شغلتين وإنتم بكيفكم، إنتم أحرار. إما عندكم فرصتين ضاعوا عليك وللحين أنت متندم بسبب أنك ما كنت متوازن عاطفيا، أو أنك رح يجونك فرصتين، أو رح تجيك فرصة بعد وقتين، حاول أنك ما تضيعها. جايتك الآن فرصة ذهبية، بس حاول انه ما تضيعها. اذا انت الان ضايع في علاقة سابقة، تحس نفسك انك ما فكيت تعلق بشخص في السابق، انا بقول لك شيل كل هذا من عندك، شيل كل الطاقة السلبية الان، انت محتاج انك تستشفى، محتاج انك تطلع من هذه الطاقة، انا اريدك انك تكون انسان ثاني، خلاص ستوب، بلاش انه نقعد نفكر في الماضي، الان نتفكر عن كل ما هو مستقبل. حبيبتي اذا دخلتي وضمرتي على شخص اكس او شخص في السابق، ابشرك انه هذا الزواج او هذا الزوج مش رح يكون الاكس اللي في مخك، لا يا عمري، جايك شخص على منتصف شهر فبراير باذن الله، شخص جديد ستفتح قسمة نصيبك معاه، شخص طاقة برج الاسد، طاقة برج العذراء، طاقة برج، يعني انسان مرة كاريزما وشخصية محترمة، رح تلتقين بتوأم روحك، انتي كنتي مع شخص توأم شعلة حبيبتي، رح تلتقين بتوأم روحك، وهذا الشخص رح تسافرين معاه وين ما هو، الظاهر انه رح يكون في بينكم اختلافات في الامور، يعني جنسية، انتي في بلد وهو في بلد، اختلافات مذهبية، اجتماعية، اوكي؟ كنتي مع شخص مستنفذ طاقتك، الان رح يجيك الشخص اللي يقولك اللي يحتويك، اللي يحبك، اللي يصونك إن شاء الله، رح تعيشين سعيدة، طاقة الشمس وكارت الفرحة. شوفي بيجيك شخص مختلف عليكي زي ما قلت لك اجتماعيا، لكن رح يوفر لك كل شيء، 7 of cups، رح يوفر لك كل شيء، يوفر لك السعادة، ويوفر لك الخير، ويوفر لك الحياة، ويوفر لك كل شيء. صاحبة المجموعة الأولى ستتزوج هذه السنة بإذن الله 2023. شوفوا يا بنات، أنا بقول لكم شيء، دائما هي قراءات عامة، أنا القراءة هذه يعني تترسل لآلاف الأشخاص، ما تجيني الآن واحدة تقول لي معلش أنا تابعتك من كم فترة وما في شيء، لا يا حبيبتي، أنت ما استقبلتي طاقتي بالصح، أو أنك أنت دخلتي لكم قراءات، معلش اختاروا 3 قراء فقط، إذا كثرتم أكثر من 3 قراء أو أكثر من 3 قنوات تراكم تستنفذون طاقاتكم على الفاضي. استقبل الطاقة، اسحب الطاقة من عندي، أنا بقول لك إنك السنة هذه سنة زواجك، قل آمين. أصحاب المجموعة الأولى، قل أنا استقبلت الطاقة اليوم بتاريخ مدري إيش اليوم هو 24،
أو 25 يناير أنا استقبلت الطاقة هذه الفترة أو هذا الشهر أو هذا اليوم بهذا التاريخ من شهادة القراءة، أم مسك إن شاء الله بإذن الله أنا بتزوج هالسنة 2023 سنة زواجك يا حبيبتي، أوكي؟ والشخص اللي راح يتقدم لك، أنا هذا الشيء مهم كثير أنا ما قلت لك عليه، الشخص اللي راح يتقدم لك هو معجب سري يا عمري، هو معجب سري، راح يجيكي، راح يدق بابك، راح يقول لك أنا أبغاكي، أنا أريدك، أنت إنسانة بسم الله ما شاء الله عليكي، أوكي؟ في شخص راح يشفي روحك، راح يشفي قلبك المكسور، تمام؟ إذا كنت في علاقة متعبة، أنا بقول لك جايك شخص راح يشفي لك جروحك بإذن الله. كارت برج الأسد، كارت برج العذراء، كارت برج الميزان، كارت برج الجدي، وكارت برج هنا الميزان كذلك، برج السرطان والعقرب، أوكي؟ راح تكونين سعيدة، جايك هذا الشخص بيتحدى العالم، بيتحدى الناس عشانك، يتحدى الجميع عشانك، جايك الشخص هذا وراح يحاول إنه يكون معاكي، في كارما بحياتك، في شخص أذاك إن شاء الله بإذن الله الدنيا بتأذيه، وجايك شخص راح ينصفك على كل ظلامك يا حبيبتي، أوكي؟ إنسان شهم، طاقة برج الثور، إنسان شهم، إنسان محترم، صاحبة المجموعة الأولى راح تكونين سعيدة وهنية إن شاء الله. إذا بقول لكم أنتم متى زواجكم لسنة 2023، متى زواجكم سنة 2023؟ منتصف شهر فبراير راح يدخل الشخص هذا لحياتك، بداية من شهر 4، أوكي؟ في عندكم الكثير من الأشياء راح تحصل معاكم. شهر 7 أو 8 في عندكم زواج أصحاب المجموعة رقم 1، شهر 7 و8 إن شاء الله. طيب عندكم زواج يا حبيبتي سنة 2023. خلينا نأخذ رسالة الملائكة لأصحاب المجموعة رقم 1. نعم راح توافقين عليه هذا الشخص حبيبتي، راح توافقين عليه، وفي عندك عدالة، وفي عندك توازنات عاطفية إن شاء الله، ستدخل في توازنات عاطفية يا حبيبتي، أوكي؟ راح يكون عندك غيتابليسمو، راح يكون عندك استقرار على الصعيد العاطفي والنفسي، الشخص هذا راح يجيكي كأنه مصدر أمان ومصدر سعادة ومصدر خير، وراح يكون إنسان غني إن شاء الله في المستقبل القريب العاجل، دون زانا أفنيو غابخوشي، راح يكون عندك شيء جميل. هنا تقول لك القراءة لا تفكر في الماضي، استقبل الطاقة الجميلة وعسى ربي يغير من أحوالك، أوكي؟ يعني ربي ما يغير بقومه حتى ما يغيروا ما بأنفسهم، فيبغالك أنك تغير من نفسك وتستقبل طاقتك أقل شيء. إذا أنت مو قاعد تسعى استقبل الطاقة وتفائل بالخير، أوكي؟ فالله يكتب لكم الخير أصحاب المجموعة الأولى. طبعا كانت هذه القراءة، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هذه كانت القراءة رقم 1، وخلينا نأخذ القراءة الموالية. شكرا لكم، أهلا وسهلا بأصحاب المجموعة رقم 2. طبعا قبل البدء لا تنسى أنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. خلينا نأخذ ونشوف أصحاب الحجر الأخضر، متى زواجك؟ أوكي، ارضى بالقليل يجيك الكثير يا أصحاب المجموعة رقم 2. هذا عنوان قراءتك الآن مبدئيا. قاعد تتكبر على إيش؟ معلش يعني معلش، اعتبروني زي ما تعتبروني أختكم الكبيرة، قارئة، ناصحة، تتكبرون على إيش؟ بصراحة ضيعتوا فرص كثيرة، ضيعتوا فرص كثيرة واحتقرتم ناس كثيرة وقاعدين تتكابرون على إيش؟ معلش عمرك بدأ، يعني بديتي تكبرين حبيبتي، معلش إذا بنقول هذا فيه عيوب وهذا فيه عيوب وهذا فيه عيوب، أنت لست كاملة، والكمال لله سبحانه وتعالى، لا يوجد أحد خالي من العيوب. إذا كان عندك مبادئ، مثلا أنا لا أريد الشخص هذا أنه يشرب، أنا ما أقبل مثلا زوجي يشرب، أنا معاكي، أنا معاكي، لكن عيوب تكون بالمعاشرة، مش مثلا إنه ظاهريا أنت ما عطيتي فرصة، لا تحبي ولا تنحبي ولا تقربي أحد لحياتك، ومن جهة تبكين على اللبن المسكوب، قاعدة تقولي معلش أنا شفيني للحين ما تزوجت، ليش حياتي كده، ليش أنا ما تقدم لي أحد.
للبعض منكم قاعد يعطي انطباع انه انسان مغرور، وانه انسان انك انسانه يعني عندك شخصيه قويه، وانك انسانه متكبره، وانك وانك وانك، لكن انت لا، انسانه متواضعه، انسانه جميله، انسانه حبوبه، يعني انا شايفه عندك الاشياء الكثيره، او انسانه جميله. لكن المشكله يمكن كذلك للبعض منكم اتكلم، انه في بعض الناس او في بعض الرجال يشوفونك صعبه، يشوفونك متطلبه، يشوفون عيونك مثلا مفتوحة على بعض الأشياء المادية، فيخافون منك، يخافون أنهم يتقربون منك، فعشان كذا في نوع من النفور. قاعدة تبكين على حظك يا حبيبتي. للبعض منكم إن شاء الله بإذن الله ستدخل الفترة الجاية في مراحل علاجية استشفائية بإذن الله، في عندكم استشفاءات، أوكي؟ إن شاء الله للناس أصحاب المجموعة هذه، للي يريد يتواصل معنا إن شاء الله لتسيير أمورك، أبشر بالخير إن شاء الله بإذن الله، وراح اسوي لكم ديسكاونت. اوكي. هنا اصحاب المجموعه رقم 2، بكل امانه انت قاعد دائما دائما تنظر لفوق، وانسانه ماديه، بما معنى مستقله ماديا، انسانه مكونه شخصيتها، يعني الشخص اللي بيجيها تراها بتزوده وبتعطيه من مالها، مش راح تنقصه. يعني اللي بيتزوجك يا حبيبتي بيقول انا احمد الله واشكره انه انا تعرفت على هذه الانسانه. فهمتي علي؟ يعني ترى انت نادره الوجود، ترى كل اللي يتقرب لك قاعد يشوف انك انسانه ثمينه، بس يخاف منك، يخاف منك، يخاف من شخصيتك، يخاف انك تكوني متطلبه، يشوف انك انت انسانه انك يمكن انك مثلا ترفضيه، يخاف انه يلاقي انسانه مغروره. هو انت بالعكس متواضعه. اول شيء في هنا، لانه بصراحه في تداخل كثير بالقراءه، من جهه للبعض خذوا القراءه كما عندكم، يعني ايش تنطبق عليكم، اوكي؟ للبعض منكم قاعد في ناس يشوفونكم مغرورات وانتي لا. للبعض منكم قاعد يرفض علاقات، ما لقيت شخص مناسب، من حقك، بس كذلك اعطي فرصه، ما تضيعي، اوكي؟ هنا كذلك للبعض منكم قاعد الناس يشوفونها انه متطلبه، يعني حتى من يتقدم لك شخص قاعد يهرب، او انه انتم عندكم مشاكل في التعطيلات، بحيث انه كل من يتقدم لك قاعد يهرب يا حبيبتي. شفتي؟ يجونك فرص ترفضينها. للبعض منكم كذلك هو ضد علاقات الزواجات التقليدية، قاعد يقول معلش انا ما ابغى زواج تقليدي، انا ابغى اتزوج زواج عن حب، انا ابغى انتظر الشخص اللي انا في مخي، انا عندي مواصفات مسك 9 اوف كابس هذه، يعني انا قاعدة انتظر شخص بمواصفات معينة، اوكي؟ عايشة حياتك بالطول والعرض، بتحاولي انك تلهي نفسك في اشغال كثيرة، في حبيبتي يعني تلهي نفسك في العمل، تلهي نفسك في مشروع، تلهي نفسك في اشياء كثيرة، لكن من تجي تقفلي، شوفي هنا الزهو والطرب، يعني انت مبسوطة مع صاحباتك وكل شيء، بس من تقفلي عليك الباب تنتكبين تتعبين، انا شفيني تأخرت، انا شفيني كذا، تقفلي على نفسك الباب تلاقينك تعبانة، اوكي؟ الاقيكي تعبانه، الاقيكي تبكين، الاقيكي متضايقه بكل صراحه. واللي يفرحك هو الفلوس، اللي يفرحك هو الاستقرار المادي، لكن الاستقرار العاطفي لا يوجد، تمام؟ جايتك فرصه ان شاء الله تدخلين في قصه حب ان شاء الله، تتزوجين عن حب ان شاء الله، راح يكون عندك سفره، والسفره هذه هي اللي بتجيب لك شريك حياتك. وللناس اللي مش قادره تسافر يمكن في تروحين المناسبه عائليه، تطلعين الى مول، كافي، مطعم، شيء كذا عام باذن الله. للي قادرة تسافر سافري، تراكي بتلاقين شريك حياتك هناك إن شاء الله. طيب هنا كرت الإمبراطورة قوية يا صاحبة القراءة المجموعة الثانية، أوكي؟ جايك شخص بسم الله ما شاء الله، حتى هو تراه أموره المادية طيبة جدا، طيبة جدا جدا، وإنسان محترم. طاقة عندي برج الثور، برج الدلو، برج العذراء، برج الجدي، برج الثور كذلك، وبرج الحمل، عندي برج الجوزاء وبرج العقرب والقوس، تمام؟ كذلك برج الأسد، هذول الأبراج اللي مبينة عندي. جايك هذا الشخص بفرصة ذهبية، إنسان محترم، إنسان يحترم مبادئك، يحترم أخلاقك، يحترم كل شيء فيكي، يحترم أنوثتك، يحترم إنك امرأة، ما هو شرقي، الظاهر إنه مثلا يكون من بلد أخرى أو عايش برا في دولة أوروبية، في دولة يعني زي كذا، أحس إنه منفتح، أوكي؟
والشخص هذا بإذن الله هذه السنة بداية من شهر 6 2023 عندك الخير، عندك السعادة، عندك الحياة بإذن الله. طيب متى شفتي؟ 4 عندك انفراجات إن شاء الله، 5 عندك شهر 5 بدايته في عندك سعادة وفرح، الله يكتب لك الخير والسعادة يا حبيبتي. البعض منكم عندكم تعطيلات، حاولوا أنكم تستشفون بقدر الإمكان. أوكي بتعيشين سعيدة إن شاء الله بعد الزواج. خلينا نشوف نصيحة الملائكة، هل بتعيش سعيدة صاحبة المجموعة رقم 1؟ نعم، لا تتوقفي عن الحلم، والقرار راجع لك إذا تبين تدخلين في علاقة ولا لا. أوكي المشكلة أنك كل ما تدخلين في علاقة تلاقينهم طمعين فيك، طمعين في جمالك، طمعين في 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 مكانتك، طمعين في في في, في أموالك، في طمع بالموضوع، لكن ربي راح يختار لك الأحسن. أوكي راح يكون عندك دايركشن ثاني، نيو دايركشن بإذن الله. نعم في الأسابيع الجاية ستستقبل سعادة يعني وفيرة إن شاء الله، وعندك على فكرة أنت غنية وهو غني، أنت ظروفك المادية طيبة وظروفها المادية طيبة، يعني لا في طامع ولا في مطموع. وبعد الزواج راح يكون عندك ارتباط جميل جدا، وراح تكونوا ناس محبة للسفر، راح تسافرون كثير أنتم، مش راح تقعدون في نفس البلد. وصاحبة هذه القراءة ستتزوج رجل فلة، بما معنى إيش معناته؟ إنسان يحب السفر، يحب الجو، يحب الوناسة، مو نكدي، وفي نفس الوقت إنسان عملي. فيا رب يكتب لكم الخير. إذا تسمعون هذه القراءة 25 يناير استقبلوا الطاقة بكل حب، وعسى الله يكتب لكم الخير، عسى الله يكتب لكم السعادة. كانت هذه القراءة رقم 2، لا تنسون الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم، وننتقل للقراءة الثالثة. أهلا وسهلا بأصحاب القراءة الثالثة، الله يسعدكم وما تكونون حبايب القلب. خلينا نستقبل القراءة ونشوف متى زواجك، متى ستفتح قسمة نصيبك، متى ستكون سعيد وتعيش سعيد. لكن قبل البدء لا تنسى أنك تشترك في القناة، تضع سبسكرايب وتحط لايك على الفيديو، الله يسعد قلبك وين ما تكون. خلينا نشوف. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلينا نشوف ليش كل علاقاتك فاشلة؟ ليش انت كذا في بلوك بالموضوع؟ عندك ربط يا اصحاب المجموعة رقم 3 عفوا، انا مركزة على رقم خلينا نكتفي بهذه الكروت الان. اصحاب المجموعة رقم 1، كل اللي يتقدم لك قاعد يرفضك، او كل اللي يتقدم لك قاعد ترفضيه، قاعدة في عندك بلوك وتعطيلات. جميلة بسم الله ما شاء الله صاحبة المجموعة رقم 3، جميلة حبوبة، إنسانة محترمة، إنسانة بنت عائلة، بنت ناس، بس حبيبتي ما عندك حظ. يعني كل ما تقولي إنه الحمد لله أنا الحين أبتزوج أبستقر حياتي بتتحسن، إلا وتلاقي في رفض من عندك أو من عنده، رفض من عائلتك أو من عائلته، رفض يكون في رفض عندك، في رفض. تحسي نفسك مكبلة عن الزواج صح ولا لا؟ تحسي نفسك مش قادرة تاخذين مش قادرة تفرحين، مش قادرة تفرحين، دائما فرحتك مش مكتملة. تدرين ليش؟ شوفي ليش. طاقة سحر، طاقة شيطانية، طاقة سحر، كارت التعطيل او وقف الحال. انت مش قادرة تفرحي بسبب التعطيلات الموجودة عندك، تحسي نفسك مربوطة. جميلة ما بقول شيء، بسم الله ما شاء الله عليك بالست الحسن والجمال، لكن هنا كل علاقاتك تنتهي بالفشل أو بالموت. يعني بما معنى الموت أي انتهاء العلاقات بشكل مخيف. تمام، متى تتزوج؟ متى تفتح قسمة نصيبي؟ تتعرفين كثير على ناس بس تبكين فيما بعد على اللبن المسكوب. متأخرة، متأخرات في النصيب انتم، انتم اواخر العشرينات، اواخر الثلاثينات، او اواخر الاربعينات. كل من تتعرفين عليه يجيك شخص مريض امرض من اللي قبله. لو تقولي كان رضينا بالهم والهم مش راضي فينا. اوكي تبين توازنات في حياتك، توازنات على الصعيد العاطفي بالأساس. صاحبة هذه القراءة تبغى توازن على الصعيد العاطفي، تبغى ترتاح، تبغى ترتاح، تبغى تحقق توازن عاطفي،
تبغى تعيش في مملكتها، في مملكة بيتها، في مملكة زوجها. طيب هنا مش راضي انه ينفتح قسمة نصيبك بسبب التعطيلات الموجودة يا حبيبتي، تمام؟ تحسي كل العلاقات قاعدة تنحرق، مش قاعدة تكتمل، اوكي؟ في شخص مسوي لك عمل، والعمل هذه من امرأة لا تخاف الله من العائلة. كنتي على أبواب زواج، كنتي على أبواب سفر، كنتي على أبواب تجهيز أوراق، ملكة، خطوبة، ما تم الموضوع. طيب أم مسك، إحنا نبغى نعرف إيش الجديد، متى تزوج؟ خلينا نوقف شوي بكروت مارسيليا وناخذ التارو المغربي ونشوف متى تتزوج هذه البنت. شفتي؟ زواج معلق بسبب إيش يا أم مسك؟ بسبب عندكم تقريبا من 2015 او من 5 سنوات وانتم تعبانين يا حبيبتي، تمام؟ بسبب ايش؟ شفتي ارقام الخمسة متكررة، بسبب نوع من التعطيلات او العين او الحسد او الطاقات السلبية اللي مركزة عليكي، او بسبب سحر بفعل فاعل، والله وكيل يعني، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم هذول السحر اللي ما يخافون الله. طيب متى الزواج؟ الزواج موجود بس معلق، اوكي؟ جايك شخص باذن الله من ديرتك ومن اهلك وناسك، لكن يعيش برا البلد، وان شاء الله باذن الله من تتزوجي ترتاحي من وجوه الناس اللي ما تخاف الله. بالنسبه للبنت هذه بتتزوج، نتكلم عن الزواج مرتبط بالعلاجات او التسيير في امور زواجك وفتح قسم نصيبك، يعني بتريدي تتزوجي، اوكي؟ زواجك هنا معلق بسبب هذه التعطيلات، تمام؟ خلينا نقول إن شاء الله بإذن الله. عندك بصراحة شهر خمسة، بداية من شهر خمسة، منتصف شهر خمسة يبتدي عندك الانفراج إن شاء الله، ويكون في عندك خطوة نحو الزواج، نحو الاستشفاءات، نحو كل ما هو خير في حياتك، تمام؟ شخص راح اللي بيتقدم لك هذا الشخص راح يكون فرصة حلوة جدا في حياتك، فرصة تعوضك عن الألم اللي عشتيه، عن ضغط المجتمع، عن الناس اللي كل شوي تقول لك انت عانس انت عانس، معلش انت مو عانس حبيبتي، انت جميلة بس تأخر نصيبك، اوكي؟ تبكين على اللبن المسكوب، تبكين على القلب المجروح، تبكين على خيبات الأمل، كل ما فاتك ليس لك، اوكي؟ كل ما فاتك من النصيب ومن السعادة لا تبكين عليها، ما هي خير في حياتك، لو كان خيرا لبقى. لو كان هذا الشخص اللي كان في حياتك في السابق أو الأشخاص اللي كانوا في حياتك في السابق لو كانوا خير لبقوا. هل بتكوني سعيدة إن شاء الله؟ شوفي كرت الوفرة والخير، الشخص هذا محترم جدا، كريم جدا، معطاء جدا. على فكرة بتجي تسوين ملكة شيء زي كده، بتعيشين سعيدة بعد الزواج إن شاء الله. زوجك رح يكون حنون، رح يساعدك على انك تتخطين كثير أشياء، انك تكونين مستقلة ماديا. على فكرة ضد المجتمع هذا الشخص، ضد المجتمع، يريد الخير، ويعني كأنه يدافع على المرأة بشكل كبير، أوكي؟ يريد الخير للمرأة. هذه الفرصة الوحيدة اللي راح تجيكي، يا رب ما تضيعيها، وما أريد أحد يضيعها، أنا أريدكم أنكم ترتبطون وتتزوجون. و يعني سبحان الله، أنا صدقوني من تجيني واحدة تعاملت معي، تواصلت معي، تقول لي أم مسك أنا تزوجت، أنا أفرح، أحس أنه خلاص في شيء كذا هم ونزاح على قلبي، أحس أنه كأنكم أقسم بالله حمل كبير. من تجيني واحدة تبكي، أو أنا أحس أنه أنا معاه خلاص، شفتي مثلا الحزن أو الهم اللي أنت أو الضيقة اللي أنت فيها، أنا أحسها، أنا أستقبلها، وأنا لما أستقبلها أعطيك الطاقة الإيجابية، عشان ما أريدك تكونين تتعبين أو تحزنين، جعل الله يفرحك وين ما كنت يا عمري. رسالة الملائكة لك، شوفي كارت الزواج، كارت الزواج إن شاء الله، عندك شيء جميل جدا في الطريق. نقول إحنا من منتصف شهر خمسة، أوكي؟ استمع لحدسك، أوكي؟ حاول إنك إذا أنت الآن عندك يعني تقولي مثلا أنا ما أريد أتزوج زواج تقليدي، أقول لك ما هو زواج تقليدي حبيبتي، زواج واسطة، لكن واسطة خير إن شاء الله، تكون العلاقة فيها نجاح، ويكون فيها تحسن على جميع أصعدتك. أنا بشوفك عروس حلوة وجميلة، وربي رح يعوضك، والشخص هذا يمكن احتمالية إنه يسافر أو إنه بيسفرك أو يعني في شيء، أوكي؟ هو ضد المجتمع، هو ضد عقلية المجتمع. بالنسبة له أنت مش كبيرة، عمرك 30 40 50 70، أنت في نظرة حلوة،
راح تلاقين إنسان كفو، إنسان محترم يخاف الله فيك بإذن الله. أصحاب المجموعة هذه صدقوني قراءة جبر خاطر بامتياز، حياتكم راح تتهنون، راح تتهنون في حياتكم، راح تعيشون سعداء، وستفتح قسمة نصيبكم إن شاء الله. واللي من جد يريد حتى أنه تتيسر أموره لا يبخل على نفسه، خلوا حياتكم، خلوا استقبلوا طاقاتكم، استقبلوا نقول احنا القراءة بطاقات جميلة، ويا رب عسى الله يتمم لكم على خير يا أصحاب المجموعة ثلاثة. وطبعا لا تنسون انكم تشتركون في القناة، تفعلون زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كانت هذه هي القراءة رقم ثلاثة، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.